سادسا نقطة أخرى في الخطاب تدل على بقاء ودوام أمر الولاية. نقطة أخرى في الخطاب تدل على بقاء ودوام أمر الولاية حيا حيث أتى الخطاب. لماذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ أقول هذه النقطة في الخطاب تدل على بقاء ودوام أمر الولاية حيا وثابتا حيث أتى الخطاب بلفظ الجلالة. الله أتى بلفظ الجلالة بصيغة المفرد. إذن حيث أتى الخطاب بلفظ الجلالة الله مفردا فهو الله الواحد الأحد، وأتى الخطاب بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أتى به مفردا لأن خاتم الأنبياء لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم، بينما أتى بصيغة الجمع للولاية الثالثة وأكدها في الآية التي تلتها فقال تعالى إنما وليكم الله، الله الواحد الأحد، ورسوله لا يوجد رسول بعده هو خاتم الأنبياء والمرسلين. بعد هذا الولاية الثالثة قال والذين آمنوا، ليس الذي آمن، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. لاحظ هناك قال والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إكراما وتشريفا لعلي، قال وهم راكعون، ولمن سيوصي به علي ولمن سيكون في خط الولاية مع علي وكبديل عن علي وكامتداد لعلي سلام الله عليه. بعد هذا أكد على هذا على الإفراد وعلى الجمع، قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أقول ولا بد، أقول ولا بد من الاستمرار أو من استمرار ودوام هذا النهج والسنة الإلهية في الولاية لله وللرسول وللذين آمنوا على طول الزمان، لأن الحلال والحرام باقيان إلى اليوم الموعود وإلى يوم الدين. يعني هذا دليل آخر إلى البقاء، يعني الإتيان بصيغة الجمع بالنسبة إلى الولاية الثالثة وإلى الولي الثالث أيضا يؤكد هذا ويسند هذا ما هو ثابت بلا بدية استمرار ودوام المنهج والسنة الإلهية في الولاية لله وللرسول والذين آمنوا على طول الزمان. لماذا؟ لأن الحلال حلال والحرام حرام إلى يوم القيامة، إلى اليوم الموعود وإلى يوم الدين. سابعا صار واضحا معنى الولاية والأولياء في القرآن، وقد أكدته السنة الشريفة في مواضع عديدة دلت فيها على سيد الأبدال أحباب الله وأميرهم وقائدهم وإمامهم أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذا هو معتقدنا ويقيننا حسب الدليل التام والحجة البالغة، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله الحاكم وإليه المصير. لا نجبر أحد على ما نقول، وإنما نعطي الدليل ونحترم المقابل في اختياره، سواء اختار ما قلنا واختار ما يعتقد به وما هو حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم بلغ ما أنزل إليك والله يعصمك من الناس، نعم الله يعصمك من بني أمية وآل مروان والتيمية وملة التكفير ومفخخاتها الفكرية والمادية القاتلة، ونشهد أنك قد بلغت أبلغ التبليغ وقد كررت التبليغ وأكدت عليه، وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى علي عليهما السلام ويناديه بالعناوين القرآنية وبالمعاني التي أوحاها الله إليه، فبين صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين أن عليا أوضح وأجلى تطبيق ومصداق من مصادق أحباب الله وأوليائه الذين يحبهم الله ويحبونه.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلي يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما في البخاري كتاب الجهاد.